بداية ما دفع باتجاه عقد هذه الورشة، الأحداث الأخيرة التي جرت على السوريين والمشهد السياسي عموما والمشهد المتعلقين باللاجئين السوريين الموجودين في تركيا. لجنة الأحزاب والتيارات السياسية كان لها سابقا مجموعة من اللقاءات مع الأحزاب والشخصيات السياسية، تم خلالها التداول فيما يتعلق بالتطورات والمستجدات التي تشهدها الساحة السياسية السورية وعملية التفاوض المعطلة من قبل نظام الأسد وما يكتنف هذا التعطيل من آثار سلبية على كل المشهد السوري. اليوم له خصوصية اللقاء لأن هنالك أحداث مدانة ومستنكرة جرت على السوريين من اعتداءات من قبل بعض الشعبويين الذين يحملون الخطاب العنصري التحريضي، ورأينا كيف أثر هذا الأمر على حياة البعض وأيضا على ممتلكاتهم، وكان له ارتدادات أيضا على مدن أخرى عدا عن قيصري. فاستمعنا إلى الكثير من الآراء المهمة جدا التي أدلى بها السيدات والسادة المشاركين والتي يمكن تلخيصها بمجموعة من النقاط. النقطة الأولى الحرص على مؤسسة الائتلاف كممثل للمشهد السوري، وهذا التمثيل يحتاج إلى دعم ويحتاج إلى توسعة وإلى إضافة كفاءات نوعية من أجل توسيع الصلاحيات وتوسيع المسؤوليات وتوسيع أيضا شبكة التواصل. الحقيقة اللافت في النظر في هذا اللقاء وجود ما يقترب من 24 جهة سياسية، هذا ربما لأول مرة يحدث في تاريخ الاجتماعات كلجنة الأحزاب والتكتلات السياسية، ونحن سعيدون بهذا الأمر وهذه الاستجابة من قبل هذه الجهات السياسية. النقطة الثانية أنه يجب أن يكون لنا تصور واستراتيجية واضحة للتعامل مع الوجود السوري في تركيا، وهذا سيكون أحد المخرجات لهذا اللقاء بأن تبوب النقاط التي ذكرت في ورقة واحدة وتقدم إلى الجانب التركي لمدارستها. بالتأكيد نحن نحترم أننا في نهاية المطاف في دولة لها مؤسساتها ولها مصالحها ولها تصوراتها، لكن نحن في المقابل لنا كامل الحق أن نطرح وجهة نظرنا وأن ندافع عنها وأن نوجد السبل السليمة والصحيحة ضمن الأطر القانونية والأنظمة العامة التركية للدفاع عن حقوق اللاجئين وحمايتهم. أنا أعتقد أن هذا اللقاء سيكون له أيضا لقاءات أخرى للاستمرار في التشاور، وأيضا وضع الصورة لدى الأخوة المشاركين عما تلقيناه من ردود من الجانب التركي على المقترحات المقدمة.